شو جبور مصطفى؟ لنا كلمات على الشهداء ربي يرحمهم. الشهداء الله يرحمهم، يعني نرحموا عليهم دائما وجاك ما ننساوهمش ونتفكرهم ونذكرهم، نذكرهم باه ما يتنساوش بكل بلاصه، نخلوهم مقامات في البلاصه اللي ماتوا فيها، في البلاصه اللي كافحوا فيها، ندير نسموا عليهم طرقان، وما ننساوش المجاهدين اللي كانوا معاهم فانيك ربي يطول في اعمارهم، فانيك ما ننساوهمش. كما ميسوم له، كما ميسوم بحري اللي كان برومي كوميسار دو بوليس سنترال، كان ذاك الوقت لي غامي دوران، داروا في لي غامي دوران تاع دوران دو كونستانتين دالجي دي بريفيت بوليس. راه هو سيتي البرومي اللي دار في وقت اللي كان سويح الهوار بريفي دوران. ايوا كي واحد كيما هذا يذكر، كاين سي عبد القادر البيجوتي اللي تلاقيته ونعرفه، كان ميليتان، كان مع الجماعه الاولين، كان في البي بي ام تي ال دي، ولا كونتينيي، ومام راح لا فيديراسيون دو فرانس وخدم على لا فيديراسيون دو فرانس اون طونك مجاهد، كان فدائي، كان قايم بالواجب تاعه. كاين المجاهد فانيك الهواري تاع سيدي علي، كاين الزروقي، هادو كاع كي نجيو نحوسو ونفتشو عليهم في لاكومين تسقسي الشعب راه عارفهم، بصح ينساو ما نذكروه، وهادو باه نذكروه ما نساوهمش نسمو عليهم طرقان، نسمو عليهم بلايص وين كانوا باه ما يروحوش. كي يهضروا على مستغالين يتجبدوا واحد ولا زوج وينساو الاخرين اللي ليهم العمده، خاطرش الناس اللي راهم تواليش مسؤوليين ما يعرفوش، ما احنا كاع جزائريين كيف كيف، بصح كان اللي يدي بلاصه وما يعرفش الناس ويدي ديك البلاصه يولي مسؤول، بصح راه ما ينفعش البلاد هكا. وهذا الوقت كما راه يهضر الرئيس وكل شيء يليق يبانوا باللي الجزائر خدمت فرنسا، ما عطاتناش الاستقلال باطل، فرنسا خرجت بالدراع بقدره الله تعالى وبالمجاهدين والشهداء هذو اللي خدموا البلاد، يليق ما نساوهمش، يليق نتفكرهم، نتفكرهم ونسمو عليهم طرقان ونسمو عليهم. راه كاين بالك 300 واحد ولا 400 واحد اللي يسمو عليهم، ومستغالين كان يروح لها زبانه قبل ما تتفرقع الدعوه في البرومي نوفمبر 54، سي لوي كي اورغانيزي لو سيكتور تماك، وزاد فات المعسكر وتبعه السويح الهواري كان يجي حتى تماك، داير مناسب لونسيان ديبيتي تاع الاستقلال مخلوف، مخلوف هذا كان ديبيتي ومجاهد وكان ليوتنون تاع الجيش، تروح تحوس فيه مستغالين الا عطاوها الزنقه ما كاينش، ني في وهران ني في الاخر. ايوا واحد كيما السويح الهواري لازم يعطوه اسم فيه مستغالين فيه معسكر، خاطرش كان ريسبونسابل كاع تاع الواس، كيما حمو بوتليليس، كيما دلال الغوتي، هذو اللي كانوا الاولين وكانوا في الاورغانيزاسيون، كانوا في الكوميتي سنترال تاع البي بي ا، ومن بعد ولاو في الافلان ووجدوا، كانوا من الاولين اللي وجدوا لنا هذا اللي علمونا احنا الصغار. نظن فوالا نشكرك. ونهضر لك على واحد كيما بن عيسى، كان ديريكتور دي تياتر، كان ان غران ارتيست، كان فنان وكان يتهلا ويحافظ وشد في التورا في الاثار، وكان ديبيتي، هذا يستاهل فانيك يسموا عليه شي حاجه، وكان مناضل. هذا واحد كيما هادو ساعه 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 راهم يجبدوا واحد يديروه، ما يغفلوش عليهم. السلام. الا في الحريه